بسم الله الرحمن الرحيم. سيد بابكر عباس مندوب سودانيات في زيارة لجبل الطور ومعبد سليمان. هذا هو جبل الطور، في الخلفية يظهر جبل الطور واضح. الأعمدة دي بكون الهيكل، نمشي نشوفه. أعمدة جوين الناحية الثانية، ده الهيكل، بيكون ده هيكل سليمان. واضح واضح. بس هي ده الهيكل أصلا، شفت العمود ده؟ العمود ده ساعد جنبنا ده، ده من أعمدة الهيكل. ما في اثنين ثلاثة. الله حلو للعمود والهيكل، ان شاء الله جنبكم. في اعمدة بس واحدة برضو من العمدان، ده مدخل الله، مدخل الضريح. ده دقيقة. السلام عليكم، كيف حالكم؟ السلام عليكم. أولاد بياكلوا دندرمة في الضريح. كيف حالكم؟ كيف الدندرمة؟